خلونا نروح بقى لمحافظة أسوان. في قرارات بتاعت مجلس الوزراء. طيب ايه هي القرارات بتاعت مجلس الوزراء؟ هي ان احنا نفتتح المنظومه الشامله للاحلال والتجديد وموضوع التوك توك وما الى ذلك. محافظه اسوان كما جرت العاده بمنتهى السرعه تبدا على طول تفعل وتعمل تسهيلات وما الى ذلك. معانا على تليفون سياده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان. اهلا 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 بحضرتك استاذ يوسف. ازي حضرتك سياده اللواء؟ نفسنا نجيلك بس الدنيا حر قوي بصراحه. ان شاء الله هننتظر حضرتك طبعا. لا ده لازم اجي ونص كمان يا خبر وانا طول. سياده اللواء، يعني تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وعمليه الاحلال بتاعه التوك توك اسوان كما جرت العاده سريعه، عملتوا ايه؟ والله يعني احنا يمكن التوجيهات كانت واضحه من السيد رئيس الوزراء فيما يخص الغاء عموما عربيات التوك توك اللي هي الثلاث عجلات دول. ايوه مشكله كبيره جدا موجوده يمكن في كافه المحافظات، بس احنا يمكن عشان المحافظه طبعا يعني المحافظه من المحافظات السياحيه من الدرجه الاولى طبعا، كان لازم نهتم بكافه التفاصيل. يعني يمكن احنا كان لينا برضو احد المبادرات الهامه بان احنا عملنا احلال وتجديد للعربيات كابوت اللي هي لو تفتكر حضرتك العربيات الربع نقل اللي حولناها الى ميكروباص. طبعا تخلصنا من اكثر من 1200 عربيه ربع نقل كابوت في خلال فتره وجيزه جدا، وان شاء الله هنستمر على هذا حتى ننتهي تماما في اسوان من هذه العربه. بالتالي موضوع التكاتك برضه هو تحدي كبير جدا لمحافظه سياحيه زي اسوان. ايوه احنا ان شاء الله بنعمل بروتوكول خلال الاسبوع القادم مع البنك الزراعي المصري. حلو. ومع احد الشركات الكبرى اللي كان بيجيب التكاتك اساسا يعني، ولكن حاولنا هذا الموضوع ان احنا ان شاء الله العربيات الجديده اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليها الفتره القادمه عربيه من العربيات اللي هيجينا من هي العربيه للتصنيع، وديت هتحل محل العربيات التوك توك. وبالتالي احنا هنبتدي ب 10,000 عربيه ل 10,000 من العربيات التكاتك الصغيره اللي طبعا حضرتك طبعا اكيد متاكد وعارف ان كان بيسوقها اطفال وكان بيحصل مشاكل وليها اضرار كبيره جدا طبعا طبعا، زائد ان هي بتسيء للمحافظه بشكل أكيد كبير جدا. طب سياده محافظ انا هحاول بس افهم اكتر، العربيات الجديده دي اللي احنا بنسميها التمنايه الزغنططه صح كده؟ العربيات مش التمنية، انا بتكلم عن العربيه اللي فيها ثلاث عجلات دول حضرتك. العربيه دي ليها العربيات التوك توك اللي موجوده في كافة. لا انا عارف التوك توك، خلاص احنا هنبدل التوك توك بالعربيه التمنية صح؟ هي العربيه دي عربيه هي فيها برضو بيبقى فيها اربعه راكب وكل حاجه ولكن حجمها طبعا من الاحجام الصغيره ويمكن هي كانت موجوده طبعا موجودة ودي هتبقى تصنيع الهيئه العربيه. هي بتصنع منها جزء كبير جدا، وبالتالي احنا لما هتيجي من خلال الهيئه العربيه للتصنيع. حلو جدا. بس من خلال احد الشركات الكبرى اللي كان بيجيب التوك توك زمان بالظبط او لحد وقت قريب. وكان الاتفاق معاه ان احنا نوقف نزول التوك توك داخل محافظه اسوان كاسبقيه اولى. عظيم جدا. بس ان هو ما يبداش ينزل خالص هذه او ينزل التكاتك بصفه عامه داخل محافظه اسوان. واحنا مش عايزينه ينزل تكاتك في مصر كلها بصراحه، بس هو ما بيسمعش الكلام. حتى كان الكلام معاه برضو، احب اطمن حضرتك ان المتبقي لديه يعني المعدل بتاعه بسيط جدا، لو كل محافظه اخذت منه 20 توك توك الاحتياطي بتاعه كله هيخلص بالكامل. يصدرهم بلاش عندنا يعني. يصدر. وده اللي هيحصل فعلا. هيعمل الآتي، هو هياخد التوك توك من السائق وهياخده كمقدم للعربية الجديدة الحديثة، هي اسمها كيوت العربية اللي احنا ان شاء الله هنتعاقد عليها. والله اسمها اسمها كيوت، أربعة راكب شرد البنزين والغاز الطبيعي. ده اسم كيوت يعني جدا. كمان هي عربية صديقة للبيئة. فأنا حلو. بحب بس أطمن حضرتك. فهيتاخد التوك توك وكأنه مقدم للعربية الجديدة. بالظبط كده، بالاضافه بقى ان في دور كبير جدا للبنك الزراعي المصري، ويمكن السيد رئيس مجلس الاداره على تواصل معاه بشكل كبير جدا،
واتفقنا ان شاء الله هيبقى في تيسيرات كبيره جدا لكل السائقين اللي عندهم الرغبه في ان هم يعملوا احلال. وعايز اقول لحضرتك طبعا اللي مش هيعمل احلال ايوه ملوش مكان داخل محافظه اسوان، ولكن ممكن يشتغل داخل القرى البعيده عن الطرق الرئيسيه، يعني مش هنشوفه في الطرق الرئيسيه. والله هو التوك توك اصلا فكره اعتقدها رزيلة، يعني عايزين نخلص منها بأي شكل. على كل يعني جهد حضرتك دائما واضح أمام الجميع، ودائما مشكور على هذا الجهد سيادة المحافظ. كل الشكر سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.